أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل علي حرج إذا عملت في كابينة اتصالات حيث إنه قد يحصل فيها إعانة أو إقرار على بعض المنكرات؟ إذا كنت تكرهها فعليك أن تطلب الرزق في غيرها، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه. ما دام أنك تكرهها فأبواب الرزق ولله الحمد كثيرة. نعم.